امراض. ده المحاذير اللي اتفقنا عليها بقى، وهنتابعه بعد ما ياخد بالزبط. هذا الدواء، لان في ناس هتضطر توقفه نتيجه الم البطن ونتيجه وجود حصوات مره يعني، وهنوقفه لو ما جابش النتيجه في خلال 3 شهور ماكسيمم، النتيجه دي اللي هي من 5% ل 7%. كم واحد بيضطر يوقف الدواء بعد ما نبتديه؟ هو ده عشان السؤال. الفلوس ده ولا علشان لا اسس موضوع الفلوس ده السؤال. نتكلم كم واحد بيضطر يوقف بالي. انا الكتله عندي طلعت كبيره قوي. 27 65. ايه ده يا جماعه؟ بصي حضرتك الوزن، حضرتك وزنك 65؟ برنامج سهل يعمله يعني. الوزن حضرتك وزنك 65 كيلو؟ انا 65. يا سلام، شوف على 160 لن تتجاوز يا فندم. لن تتجاوز 23. على 160 1.6 في 1.6. طيب وبعدين بقى بس حضرتك طيب كده. احنا هنيجي في هذا الموضوع نتكلم على مش بس المضاعفات، هو مش كل الناس هنبتدي معاهم هذا الدواء. السؤال بتاع الدكتور ده مهم جدا. كم واحد اضطريتوا ان انتوا توقفوا له العلاج بعد ما بداتوا؟ انا فورمي عشان بمشي صح وبمشي يعني فورمي يعني بحاول للمرضى بتوعي. انا بمشي مظبوط، بطلع بعمل اسكليشن للدوز، بعلى تدريجي وبتابع وبقول له يعمل ايه، الغثيان او الغممان النفس ده او الاكل اللي واقف هنا او مش قادر يبص الاكل والحاجات دي، كل ده بظبط يعني. مفيش تقريبا لا تعدل. دكتور وقفت كم حد بيستخدم؟ لا هو في ناس كتير بتضطر توقفه للالم مش للاعراض الجانبيه بتاعت الالم، وناس كتير احنا نعرفهم بس غمامان اصدقاء نعرفهم زي اللي بينا وبين بعض يعني، نعرفهم مش في لبنان يقولوا عليه نفسه شايش، نفسه غم عليه يعني. احنا بنتكلم على الالم وفكره تكون الالم. في ناس بتضطر، ده مش بس بيعمل حصوات، ده بيعمل التهاب مراره من غير حصوات، بيبقى التهاب قاسي جدا يعني. التهاب مراره وحصوات وتقلصات. هل العدد ده كبير؟ الاجابه لا. الاجابه لا. طب حضرتك قلت لنا كل ده فاحنا خلاص جالنا اوريدي فزع. هو الاجابه لا، لكن مش كل الناس تستطيع انها تاخد هذا الدواء، مش عشان سعره لكن، ومش كل الناس هنبتدي معاهم هذا الدواء. الدكتوره ايمان كل اللي هيروح لها عنده سمنه، فهي اول حاجه بتدور عليها هو ده.